اخبار اليوم. المجازفه او يعني المغامره شويه يعني، ولكن انا يعني بعيش الواقع وبقدر ظروف الناس اللي انا مسؤول عنها. امبارح يعني سبب القعده اللي قاعده معاك النهارده، امبارح انا كنت في اجتماع الجماعه ده تم بوامر من السيد رئيس بغرض تنميه بحيره ناصر، عشان يبقى بس الامور واضحه. السيد رئيس الجمهوريه امر الاجتماع بغرض ان احنا نحط